اذا بتحط بسك بالبقاع بتتكرر بتصير بسوريا. نعم ابدا بكم شو قلتي؟ اذا بحط بسك بالبقاع بكره بتصير بسوريا. بكره؟ لا دي كمان يلا وين وين دوم قديم كاميرا خوش شيخ قربوا لكم زين بشوفوا شكي ما كتشوفوا هذا الليكرو تقدر تشوف منه على راسك بحالك انت كتقدر تشوف الكاميرا شنو كتصور ماشي كاميرا كامل ماشي الفريم كامل كتبان ولكن مو قادر غارة الحمد لله اوكي ميرسي انا هزيت الكاميرا في الشارع صراحة باغي نهز الكاميرا وفي واحد تردد اقول هزها ما نهزهاش اخر مره هزيت في الشارع كان جا عندي ديك خينا حيد لي الكاميرا ومن تما وليت خايف نهز في شي شارع بحال هكا اللي يكون عامر كما كتشوفوا الاجواء هنايا في المدينه ديال كوناكري بنايات كبار الحركه المطر المطر عندهم ما كيلبسوش الجيليات ماشي بحال المدن الاخرى اللي شفنا ما تعرفوا واش غادي واش الموتور ديالو ولا حتى كيوقف عليك تيقول طاكسي طاكسي طلع طلع وكلاكسون عندهم كلاكسون بزاف ما يمكنش انتما كتسمعوا تي 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 خدامين بكلاكسون. دابا انا غادي في واحد الشارع باش نتلاقى مع خويا محمد نورك شنو هو هو المدار اول شيء ندور الكاميرا وخايف والله العظيم بالله كنقول لهم خليها موجهه بعدا عندي شي جا عندي شي واحد بعدا كنصور في راسي الله عندنا عندهم حركه بزاف محركه عجبتني. دابا راه قربت نوصل لديك الشارع اللي فيه خويا محمد ساكن في هذا الشارع هذا نيت شي قلت لكم صداع الماطر دايرين الحال يعني. انا تلاقيت مع خويا محمد الشيف محمد ترك الدوام كيدير الامور مزيان هاني هاني واش عرفتي تجي ضروري ما دويتش ولد دربكم هذا هو ولد ولدي ولد الحومه دابا يعني بعدا الله يسلمك الله يورك هذا هو خوت با محمد مرحبا الله يجزيه بخير اللي عاودت لكم عليه في الفيديو اللي فات لا مرحبا خويا عزيز وغالي شكرا بزاف على هذا الشيء والله انت غير غادي تبعو ثاني لا لا تنقول لي شكرا ما جاش يقول لي لا ما تقولش شكرا طلع لي يد دونك شكرا لك بزاف بزاف الله يرحمك الوالدين مغاربه احرار الله وين فين ماك فين ماشي هذه هي المكازا ديالو هنايا كيبيعوا ليكروميناج 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 هذا باش ما سديتش دابا في الساعه صافي سالات الحل سالات الحل مزيان مزيان انا سي نوير صاحب نوم أيه؟ سعيد ديك واحد البيته زوينه سعيد ماشي سعيد 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 تاو سعيد داك السيد اللبناني اللي قلت لكم عطاني الحلوه تا هو ظريف ظريف الناس الناس اللي عمرنا واش كنتي في هذه الاقامه ياك اه في هذه الاقامه سعيد سعيد هو الشارع ديالنا من هنا شتي كيما كتشوف الشارع الشارع في طور اشغال باقي ما مازال ما سالاش قادوا لهم واقيلا الارصيفان هنايا اعمده ديال الاناره دونك العز العز مرحبا خويا مرحبا عزيز عيط لسعيد عيط لنا سعيد كي جات الكاميرا زوين لا لا زوين صباح الله لا زوين بصحة وراحة الله يسخر امين امين اخويا صباح الله زوين الحمد لله شتي كتشوف الكرون ها كيبان داك الشيء مزيان لا ناضي وفيها دوب دوب يلا شوف سعيد تشوف من هنا وتشوف من هنا شوف دابا راك في الموتور طاكسي موتور باش كاين لومبوتياج بزاف نتمنى الصوت يكون مزيان نتمنى لي تنتيستي الكاميرا كيفاش الصوت كيتسمع في الريح معنا حتى واحد جار ديال محمد غنمشيو لواحد القهوة القهوة فيها صورت واحد اللقطة دابا وقعت غادي كنصور شي بهاد المود فيه صداع وزحام وصلنا القهوة هذه باش نعيش هذا اوتيل بام كماين سي جمال كي داير بخير الله يحفظك الله يحفظك حيان ماشي هو هذاك مرحبا الله يحفظك الله يرحم بك الجنة مرحبا انت انا السي عمران كتكوت اش داك شوف هاد التلفازة ها شاف لي قال لي هذا كنشوفو في التلفازة اوكي اوكي لا تبان في الدوار يا مزيان مزيان الزحام في صوب الطريق لفوق شوف قد تاكل ماكله خايبه اسمع فرجاله صراحه قال لي ما تبقاش تاكل ماكله خايبه علاش علاش اللي كناكل ماكله خايبه كيف هذا؟ سلام
لا لا تيقول صراحه الناس يقولوا لي والله شنو كليت شنو كليت؟ السلام عليكم بنت لك شوف صحه سلام ميرسي 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 يا عمران كيف تبارك الله ما شاء الله ايش شافك قال لي صراحه عفوا تمام في زوينه هلا كاين ميتشاب تبارك الله مازال شويه هنا مازال مازال معنا هنا لا غدا ان شاء الله يا ما شتي والو خصنا نديو كساره تشوف عاد كون مزيان والله دابا جيت على قبل الكاميرا هي دخلتني هنا شتيها بعدا شتيتي اه هي هادي هي اللي كنصور بها دابا جديده ايوا الاحتفالات اه ضروري كان دابا اصلا خرجت باش نتيست ثاني تشوف كيف دايره الصوره ديالها وكيف داير المنظر كيف هي داكشي زوين لا 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 واش شرفي ما بغيتش انا شوف الغروب اه صاحبي شحال هادي نشوف بحال هذا المنظر هذا لا الا مده يلا ها دم الهواء كنا دابا صدا بدار على البحر على الحد على الحد على الحد كنشوف ديما دابا ستوني دراجه راه جاوي اه راه جاوي ما عرفتش نقول لك مزيان مزيان صافي مزيان مزيان بكره فاز نصف الماء ها لا هنا فاز اه ماشي مشكل يلا كل صافي ريح ريح انا تبارك الله منظر زوين اخوت منظر ديال الغروب جينا معاك تدخل اه نصور البحر نصور البحر لا 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 باش ها شنو هو هذا الشمس الشمس شنو صرا هذا اللي شربتي انا نشرب بحال انا نشرب انا نشرب ما نعرفش بغيت نشرب نشرب انا نشرب نورمال حتى انا نشرب نورمال حتى انا باغي نورمال فهمتي نورماليزي ها هو الاسبريسو سي بلوصا مخرج هو اللي باسينا باسينا اوكي يلا اخو امشي يلا امشي بلا شنو الماء كيضرب هنا الاسبريسو انسبريسو الماء راه داخل من تحت من تحت الماء دابا داخل حتى داخل لا غير هنا تقريبا هما لا لا تبارك الله داكشي زوين وكاين قهاوي بزاف على على على, على الكورنيش ملعب ديال الكره آه. هذاك اللي تزنا عليه تما ملعب الكره تما طريق ريف كنا قبيله بلاص كيقولوا على البحر عاود مزيان انا كنا كنجي في رمضان عاد فهاد السويعه زوينه كتجي فيها هنايا كنا كنجيو هنا رمضان في الفرو ديما دوزنا رمضان شكون اللي كيلعب؟ اه بلاصه تاع الكازو تيستيس قبيلة الكاميرا على حساب الميكرو مزيان ما كاينش مشكل سمعت الصوت كيفاش كيتسمع قال لي الصوت مزيان يعني واخا يكون الريح الصوت كيكون مصفي حيت فيها واحد لوبسيون كتاكتيفيها ضد الريح مزيان شنو قلت سميتو هنايا؟ قلت سوفر توحشنا الارض لا لا هذه جلسه ديال ديال الجرالي في المغرب منين في المغرب؟ مدينة كناس 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 جوج بكم مزيان مزيان كيف داير الحياة هنا يا بغيني شوف شوف تعال تبات معاك واحد خدمة شحال دابا انت مستقر هنا؟ انا اكثر من محمد محمد 8 سنين 2012 2012 24 11 عام وكاين الجاليه المغربيه بزاف هنا في كوناكري 2023 دابا 2023 2011 2012 بحال هكا تبات معك حل تبات معك واحد تبات معانا معاك عفوي صريح ما يكذبش كيقول صراحه هو في الحرب معاهم ديما علاش؟ تيدابز معاهم مع هو المدرسه ديالو اللي كيقرا فيها 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 هما مخلطين فيها انت كتهضر مزيان فرنسي كومون تي تابيل يلا يلا هضر معاه الله يصلح حوالك الله يصلح حوالك ان شاء الله يا الله الله الا زعما يومين انا قال لي يومين قلت له كي داير هذا اليوم دابا جات الزربه وصافي تدقز معانا فرحوا عليك شويه ما كرهناش والله ما كرهناش انت مويت المغربيه دابا راه تمصارمك ولا دابا تيفون ماطا لا لا عادي خلينا خويا باقي مولا غاتا معنا الطريق مزيان فين غادي فين غادي ان شاء الله الحدود لا لا
صغيره كاع جيب كرسي صافي جيبها هذيك اللي باو سي لا نريح انا لا لا ولا يريح لا 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 صاحبي لا حلفت صاحبي والله يسحلف صاحبي مي ما تريح والله يتريح سير صاحبي والله يتريح تسوي اللي تكبر من الناس صاحبي انت غتجلس ليه في البحر ريح مع راسك انت ريح واحد كاين هنايا اسماعيل ولد الراشديه كاين هنايا جمال راكم شفتوه الاب ديال عمران جا للدار كاين سي سعيد هادي مغربي كيش مالو فاز كاين هنايا محمد هذا مرحبا شكرا لكم بزاف كبرتي لينا الله يجزيك بخير لا حفظك شكرا بزاف واسمح لنا على الديرونجمون هذا الشيء اللي كاين لا 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 نهضر مغربي لا هضر بالمغربي السلام عليكم اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد تيست ديال معاذ غادي يهضر مع واحد اخ ديالنا لبناني وغادي نشوفوا واش غيكون التجاوب بيناتهم ولا لا حيت دابا انا ما تنفهمش اللبنانيه بزاف ولكن الدراري كيفهموا مزيان حيت دابا حنا غنجربوا هاد التحدي وغنشوفوا واش بان معنا الاخ بلال اخ بلال هذا بلال جندي من لبنان من اسم خريبة الجندي مدينة من طرابلس طرابلس العاصمة التالية ديال لبنان نزيد نقول اليوم بغينا نجربوا هذا التاس نديروا اه التاس تاعي علاش نهضروا على هذاك التراجي ديال التراجي درتو نحكي على التراجي اللي عملته من افريقيا من المغرب بلا افريقيا لا لا غينيا كوناكري هلا بدنا نشوف التحدي تبعهم هلا بسم الله هلا اسالوا شو عمل حكي انت لبناني وواحد حكي مغربي شو شفت تجاوب ولا لا؟ ما في مشكلة. قطع هذا المسافة من المغرب لهون. عندي سؤال فهمته. فهمتي أنا رد عليه هذا ما هذا؟ كيف زعما قطع زعما؟ كيف قطع؟ لا كيفاش الصعوبة زعما؟ عم يحكي لك شو الصعوبة زعما؟ ما قطعش ولا شيء. قال لك شو الصعوبة؟ لا زعما ما فهمت والو. هو بحال استوعب السؤال ولكن باش نجاوب عليه ما فهمتش جد انا هذا تبع ما حدش يجرح لا دابا هو شاري قال لك واشو دو السؤال اللي عطيتي ليه انت سؤال يعني ما وضحت له شو وضحت انك كيف قطعت البلد يعني بدك توضح له شو يبدل منه انا حددت لي شو هل هو اللي فايز واحد زيرو هو اللي فايز هلا انت ما فهمت عليه هو في لجنه جوا تخرج لجنه التحكيم صباح نقادو الكاميرا زعما خدامه كتسجن قبل قطعتك على راسك زيد كمل سؤال ثاني اوكي هذا كان في مشاكل على الطريق كان في شيء هذا طرد لك ولا لا الحمد لله داز الامور مزيان لقينا المشاكل وراهم عندي زيرو زيرو ياك كيف واحد بس يتني هو جيت على بيكار بيكار كيف لغينيا وكله تمام والشباب لا لا تحكي معه لبناني تحكي معه عربي تحكي معه لبناني لا عم تحكي عربي يلا بينا لا والله كيف بدات الشباب كله دابا سميتو لبنان فيها كل جهه فيها لهجه ديالها ولا لبنان كامله تقدر لهجه واحده لا في كذا لهجه هو فهم هذا سؤال هو فهم فممكن هذا اللي يسمعني حدا تاني بلبنان يفكرني من سوريا فمشان هيك يعني في كذا لهجات في بزاف ديال اللهجات احنا في المغرب عندنا تنوع ديال اللهجات كل جهه وكتهضر ونحنا كمان عندنا كثير لهجات متنوعه وكيف الادغينيا والشباب والقصص هون كله تمام
الحمد لله الامور مزيان، الشعب زوين ظريف، يعني امور دازت بخير، ما كاين حتى شي مشكل، غير واحد طرا واحد المشكل. هذا ديال عمتك بيجي من المغرب لهنا بصح لي خي كيف كاينين بزاف المغاربه، داروا التجربه والله قبل شي اوروبا اسمح لي قالوا قص في اوروبا لا هي فكره زوينه ما تنفكر زعما لي ساليت مثلا الشهور ديال لافريك نقدر نمشي لاسيا ندير واحد الشهور في اسيا ان شاء الله. لا برافو موفق اسيا اسيا نروح على اليمن على لا لا نروح على اليمن العراق سوريا فيها مشاكل باسيا غير ما في مشاكل قالك كاين غير مشاكل تما لا ولكن الا مشيت مثلا اليمن فيها مشكل دابا تهضر على اليمن لا اليمن بقات مطرفه روح على لبنان قالك هو اليمن لبنان بقات مطرفه بس توصل على لبنان راح تصير تروح بس توصل على لبنان راح تكره تمشي على البسكلي وراح تكره علاش علاش يمن اليوم معطول واحد بطرابلس هلا عندهم مشاكل مزبوط اي مزبوط هم ماشي بامان الله بيعلقوا لبنان مع بعضهم بتموت لبنان جاش فوق من سوريا لا لا تاع نحن حد سوريا حد سوريا ولازقين على سوريا لا ملاصقي مع سوريا زعما واش من شمال سوريا ها ولا من تحت اذا بتحط بس اللي على بقى تكرر بتصير بسوريا نعم ابدا بكم شو قلتي اذا حط بس اللي بقى بكره بتصير بسوريا بكره لا دي كيما ديالها وين وين هلا جوا سمح زاهم زي غير هلا صدق بالوقت الضيعة الله يضيعة يعني بتقول يعني بحالة بحالة حتى وحدة نسيب بحال هكا بكرها لأنه بكلمات غير هو كل الكلمات تبعنا هذيك المصطلح اللي كان قال شي واحد كنا قلت شي مصطلح ما فهمتوش شنو شنو مصطلح لبناني عاد شنو نجيب بحال فريه المهم نسينا دابا انا نمشي ان شاء الله اللي ساليتو ديال لافريك نمشي لميسر ميسر ندير مثلا الاردن اردن السعوديه بحال هكا السعوديه نقدر ندخل لقطر يكفي قطر ظبط وضع خد لك شي وحده اردنيه هنيك الاردنيه الاردنيه زوينات وحق المغربيه زوينات عندنا الزين عندنا الزين كل يوم تاكل انت مزوج من اردنيه نعم لا لا مش متزوج من اردنيه لا من لبنانيه لا هلا ما انا مزوج هذا لا لسه كادر مع لبناني دابا هذا كادر مع لبناني انا كادر مع ابو هذا كادر مع لبناني ما مزوج دابا هذا طالي نصيبي الله يرضى عليك قلب شي في لبنان لقيتي شي حاجه في هاد ما درتها انا اخويا انت نفكر ناخذ زعما مغربيه فهمتي مغربيه يعني بنت البلد يعني اكيد تفهم عليا وبتفهم عليك ما بتتعذب بالحكي شو قلتي شو الدماغ ديالي مش حرقش الدماغ ديالي وحتى العادات والتقاليد بتكون تكون داكشي في ماكلة نفس الشيء صحيح كله مزيان المحادثة كانت زوينة هلا الحمد لله النتيجة 0-0 ما في نحن إخوة يعني مضبوط احنا كشعب يعني الشعوب اللبنانية والشعوب المغربية والشعوب العربية كلها منها احنا ما في مشاكل ما في مشاكل انت هو المشكل انت اللي جابت لنا هذا انا كنت قلبي على المشمش ندير شي واش صعب اصدقائي شكرا خي بلال شكرا حبيبي واسمح لينا انا تبرزات اهلا وسهلا خي الله يجزيك بخير شكرا بزاف وتحيه للناس ديال الشرق الاوسط وتحيه للمغرب والشام تحيه للمغرب الشام تحيه للبنان وتحيه للناس ديال طرابلس الشام كله الشام مجموع الشام الشام بلاد الشام طرابلس 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 غير الشام تحيه للمغرب تحيه للكاز المغرب العربي كازابلانكا طنجة وطنجة الوداد لا 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 جاي الطرق المغربية من طنجة تحية للملك تحية عاش الملك عاش الملك عاش الملك بارك الله فيك تحية لبيروت شارع اوكي هو سعيد جيتي معطلة سعيد
فلتات لك واحد اللقطه هاو قلبنا عليه التحدي هذا يعني راه مجوج انا كان واحد لحاله مثلا صار كان واحد بوحده اول دابا مجوج دابا غيتحاماو تحاماو داك حنا اربعه حنا اربعه حنا اربعه وي هاد المغاربه حنا اربعه المغاربه الرابع تحيه للجزائر هذا اخواننا الشعير خاوه تعرف شنو خاوه يعني اخوه اخوه مزبوط دونك شوف هذاك اخي سعيد حتى انت يا سعيد من كوادر باب التبانه باب الدبانه تبانه والدبانه تبانه كوادر على طرابلس كوادر يعني ايش يعني احسن الناس يعني انت احسن كوادر يعني كادر بحكم احنا كادر انجينير كادر بيكون بيحارب هذا اللي بيحارب يعني رجل قوي ازرق كادر رتبة عالية بالكويت هذول بس أي سيارة لا أجل تحية أي سيارة بدك تأجرها تكرم عليها إذا ما أي سيارة بغيتي تكري مشي عند سعيد عند أجونس ديال لوكاسيون فواتير هادشي في طرابلس طرابلس والله تبانة طرابلس تبانة شي تحية يا أخي سعيد تحية المغرب العربي يعني المغرب ناس لبنان ناس لبنان شو بدك فيهم؟ ما يتفرجوا فينا كيفرجوش فينا لك شكرا لكم اخوت كانت واحد الجلسه زوينه لا مرحبا اخويا عزيز شكرا لمحمد الله يرضى عليك بلا ما تكعل عليا شكرا بلا ما تكعل عليا لا اخويا مرحبا بك والله قسما اجرا نضحكوا ونشطوا داكشي اللي الحمد لله تلاقينا مع اخوت واحد اخير لبناني الحمد لله واش عارفين المحبه راه كاين حتى في الدول الدول العربيه انا راه حدا فين ما مشينا راه الحمد لله دونك شكرا لك بزاف مرحبا اخويا مرحبا عزيز وغير الله ينور الله يخطي السلام عليكم كذاب 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 شو شو تيجي ما يعاود عاود ولا واش يا حبيبي يعني حبيبي عايز اقول لك ها عايز اقول لك يعني هو نسيت الموضوع كيف ايش كنا نقولوا اه احنا نتكلم عن يعني انا كمان كمان بحب اتكلم عن البلدان بطريقه ايجابيه حبيب قلبي يا زين ما بتكلم بطريقه سلبيه ايوه لان هذا يعطي صوره جميله كانك كشخص تتكلم لا برافو برافو تفهمني عن جد عن جد عن جد عن جد هذه وانا والله صراحه اللهجه اللبنانيه لهجه جميله جدا ايه بس انت تتكلم مصري خويا مصري مصري تفهم مصري بفهم مصري قال لك هو قال احكي معه لبناني انا حضر معه لبناني قال لك دابا اللهجه المغربيه حلوه كثير بحب احكيها وروح احكي مصري كيف احكي لبناني يعني لا حكيت لبناني ما راح تفهمني لا انا انت حكيت لبناني دابا هضرتي لبناني ما هضرتي لبناني انا بحكي لبناني ريفي ريف يا لبناني لبناني ريفي قال اه والله شكلك ما فاهم شيء لا 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 اضرب اضرب ماشي زعما عن جد عن جد ماشي بالعقل عن جد كم هضر كمل بصراحه اه داز لي لزوين اييه انت معاك هضر مع لبنان يا معاذ هضر مع لبنان يا خويا الله اي انت صغير يزر يزر قول قول احكي معه شي عشان هو يبلش يحكي انت شخص محترم وتفهم حبوب اقول الدمانه احبه ماشي الله